صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 66 لسنة 2023 بتعيين رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيسا لمجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.